أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. نستضيف اليوم الروائي اليمني والأستاذ الجامعي في جامعة تروان الفرنسية الدكتور حبيب عبد الرب السروري. أهلا وسهلا بكم دكتور حبيب. أهلا وسهلا. إذا بدأنا من عدن، الميلاد والنشأة والتكوين، ماذا تبقى في الذاكرة من تلك الفترة؟ تبقى كل شيء تقريبا، ما في شيء انتهى. يعني أنا ولدت في الشيخ عثمان في عدن في 56. عملت دراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية في نفس المنطقة. عملت الخدمة الوطنية كمان في تدريس الرياضيات في الشيخ عثمان، وبعدها غادرت لفرنسا في 76. يعني بس طبعا كانت سنوات حافلة، لأنه كانت نهاية الاستعمار الإنجليزي وواكبت الكفاح المسلح وبداية الاستقلال، فكانت فترة مملوءة بالزخم، مملوءة بالآمال بالحلم، وعشنا تغييرات كثيرة جدا، يعني تغييرات سياسية واجتماعية، فكانت فترة خصبة جدا. وبالنسبة لي كل شيء باقي في بني فيها، ودائما أحاول أستلهمها وأستثمرها روائيا. هذا واضح في عدد من الروايات. لكن حبيب عبد الرب الذي نشأ في أسرة متدينة، تفتحت موهبته الشعرية أو الأدبية ربما وكان عمرك 15 عاما، كان أول قصيدة نشرت في مجلة الحكمة تقريبا. أيوة بالفعل، هو كانت يعني جو في من بيئة تحب الأدب والقراءة كثير إلى آخره، فهذا لعب دور بعلاقة حميمية مع العرب، مع اللغة العربية، مع الأدب ومع القراءة. بدأت طبعا بتجربة شعرية زي ما أنت عارف، الحكمة نشرت لي قصيدة وأنا في 14 سنة، بعض المجلات المحلية أخرى. هذه كانت بداية الحياة الأدبية. نعم. في هذه الفترة يعني التي يعني ما كان يعني، هل كان لدى حبيب عبد الرب تصور بماذا سيكون هو غدا؟ كيف سيصل إلى هذا المستوى الأدبي والثقافي والفكري وأيضا العلمي؟ هو طبعا كانت أيضا ميولي العلمية قوية، يعني كنت أحب الرياضيات كثير. نعم. وكنت يعني رغبة العمل الجامعي من ذيك الفترة ما كانتش أدبية، كانت رغبة علمية. نعم. بسبب حب المواد العلمية، حتى في الإعدادية قفزت درس الثانوية، الأستاذ عبد الواسع علبان قال لي للبيت في ليلة معينة وطلب مني أن أعمل امتحان عشان أمر إلى السنة اللي بعدها. وكانت شيء جميل، لأنه بفضل هذه السنة اللي اختصرت عملت كانت آخر سنة للخدمة الوطنية. نعم. فلولا هذا الاختصار ربما ما كانت حياتي حتكون مثل ما كانت بعدها. طيب عدن في السبعينات، عدن في الثمانينات، عدن التسعينات، عدن الألفينية، هناك كثير من التغيرات شهدتها المدينة. اليوم وأنت ابن عدن الذي لم يتمكن من زيارتها منذ 2013، كيف ترى لهذه المدينة؟ عدن يعني مدينة أولا شعبها في منتهى الطيبة، منفتح، ثقافتها القديمة. نعم. ثقافة كوسموبوليتية منفتحة على الآخر، وربما هذا ما جعل إغراءاتها والرغبة في بسيطرة عليها من الجميع. حروب كثيرة عاشتها، بعضها أهلية مدنية بسبب سلطات أخرى، وبعضها 94 هجمت عليها من قبائل علي عبد الله صالح ومن الإسلاميين، ودمرت كل يعني ما كانت موجودة من تقاليد. جاءوا الآن السلفيين ودمروا ما تبقى، فكل حياتها يعني ضربات مؤلمة لشعب طيب وشعب بسيط. الوضع الحالي طبعا مؤلم، إنه الميليشيات هي المسيطرة على كل شيء، ومن الصعب إنك تبني مشروع في ظل هذا الواقع. أنت كتبت أكثر من مقال، ربما حتى أكثر، في جزء من أعمالك الروائية كانت تتحدث عن عدن. في أحد مقالاتك كنت تسأل ما الذي ستحكيه لخالتك،
في إهداء لروح الشابين عمر باطويل وأمجد عبد الرحمن. كيف يمكن أن نفسر انزلاق المدينة نحو هذه الهوة العميقة من العنف، اغتيال الشباب ليس لهم أي نقول تأثير مسلح أو حتى ارتباط بأي جماعات مسلحة؟ هذه بالفعل الكارثة اللي حصلت للشابين ولأمجد عبد الرحمن بشكل خاص من قوى عنيفة سلفية وظلامية، وكونها ما زالت هذه القوى حتى الآن تمشي بحرية بدون أي عمل من أي سن، شيء يعني بالنسبة لي هوس. نعم. قبل 3 أيام كنت في ندوة علمية في باريس وتكلمت على أمجد عبد الرحمن وذكرت الموضوع، يعني الموضوع لا يمكن ينسى طالما أنه الجاني والمجرم الذي عملها يعيش حر طليق حر يعني بالفعل هذه من ضمن الكوارث. طبعا اليمن كلها كوارث حاليا، بس نعم. كوارث عدن الأخيرة مرتبطة بهذا المادة السلفي الظلامي الموجود. طبعا اليمن كلها في نعم. ما يعملوه الحوثيين حاليا اليمن ابشع ما ابشع شيء حصل في تاريخ اليمن. نعم. تحولت الى عصابات والى موطن. سنناقش موضوع الحوثيين، نحن الان في موضوع عدن. يعني عدن ربما استبشرت خيرا في 2016 عندما تم تحريرها او دحر الحوثيين منها، لكن الذي حصل في عدن ربما كان غير متوقعا، أن تنزلق المدينة تحت وصاية الميليشيات. كان يفترض أن تعود الدولة، منعت الدولة من العودة والحضور. أيضا ظهرت صراعات جانبية، صراعات جهوية، هذه الإشكالية من يتحمل جزء كبير منها؟ يعني حاليا كل القوى السياسية متهمة، كلها مرتزقة بشكل عام، يعني ما فيش أي تمييز بين كل واحد مرتزق لمكان. فما دمروه في عدن ايوه الموجود حاليا اقصاء السلطه من الموضوع وامتلاكها من قبل الميليشيات، هذه كارثه عدن الحاليه. هل هتستمر او لا؟ مش مؤكد، يعني انه شعبيتها تقل اكثر فاكثر، ولا يمكن تبني مدينه بقوى مجنونه وسلفيه وميليشيات. طبعا مؤلم جدا انه انا على علاقه قويه ب ب ب الكثيرين في عدن انه يعيشوا هذا الجو التعيس. نعم. لكن يعني هل هذا قدر على عدن ان تتعايش معه، ام انه هناك فرصه للخلاص من هذه يعني هذه المأساة المتكررة، الصخرة السيزيفية التي تعيش منها عدن والجنوب وايضا اليمن بشكل عام؟ هو بالفعل يعني السؤال يعني طالت حوالي 5 6 عقود كلها رغبات من هنا ومن هناك لامتلاك هذه المدينة، لامتصاصها، لضرب ولاستغلال بساطة ناسها وإلى آخره. طالت كثير، يعني بعض الحركات كانت رمزية، مثلا مقتل أمجد عبد الرحمن كان وسيلة لتهريب الشباب المتنور مثله، يعني ما كانت مدروسة، يعني نعم. مدروسة وظلامية جدا ومؤلمة جدا. ومؤلم جدا ان القوى اللي قالت حتبحث وحتعمل لم تعمل اي شيء. نعم. بالمقابل يعني هل هناك الامل دائما في كل بشكل عام في عدن وغيرها مرتبط بحركة الناس. نعم. بمدى رفضهم للموضوع. هناك قوى رافضة طبعا موجودة قليلة، او قصدي تعيش مهمشة أو تعيش بأوضاع صعبة جدا، لكن مش عارف، يعني أتوقع وأتمنى أنه تنتهي سلطة الميليشيات سريعا. في روايتك الأخيرة في وحي تقريبا أنت تحدثت عن عدن، تحدثت عن شخصيات، صراع بين شخصيات، إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن الفن أو الأدب بإمكانها إيصال أصوات الناس إلى العالم، وهل يتفاعل العالم أيضا مع ما يكتب في الأدب؟ يعني طبعا هو الأدب يعني ما فيش حل آخر غير الأدب والعلوم الاجتماعية والفن لتحرير الناس. لو تأخذ كل التاريخ، الثورة الإنسانية اللي جاءت في القرن 17 18 جاءت بفضل الأدب. يعني كانت حتى القرن 16 كلها قرون وسطى وقصدي قرون ظلامية في أوروبا مثلا، أول ما جاء الأدب وت
انك تحاول تتمثل حياه الاخر، تعيش ما يعيشه، تنظر للعالم بشكل اخر. نعم. فما فيش معنى حل اخر غير انه اعطاء الادب المساحه اللازمه. واعتقد هذا يساهم حاليا، يساهم حاليا كتاب يمنيين او غيرهم في الحديث عن الاوضاع الحاليه، عن تاريخ اليمن الحديث، يعطوا صوره. انا اشوف نعم. تفاعلات مع القراء كثيرين يعني انتقلوا الى مواقع انسانيه بفضل قراءه الادب. الأدب. نعم. هو الادب يعني شيء يعني مهم اعتقد في صناعه او صياغه افكار الناس وتغيير حتى توجهاتهم وقناعاتهم. حنين عبد الرب السروري ربما من اكثر الكتاب الذين تشعر في كتاباتهم بالحنين. الحنين ايضا لجزء من الماضي، الحنين لدوله اليمن الديمقراطي. هل لان ذلك ارتبط بالبدايه الاولى ام ارتبط بافتقاد شيء لم يعد محسوب، يعني لم يعد موجودا يتعلق بوجود الدوله، بهيبه الدوله؟ هل تم مراجعه هذه الفكره ايضا؟ هل كانت هل هي فكره الدوله في اليمن سواء في الشمال او في الجنوب نستطيع ان تتذكرها بنوع من الحنين، بنوع من الرغبة في استعادة الماضي على الرغم من كونها تتعارض إلى حد كبير مع الديمقراطية، حقوق الإنسان وإلى آخره؟ هو يعني ما قلت هو حنين، بس مش حنين سلبي. يعني هو أولا الهدف الأكبر أنه هناك ذاكرة مطموسة، هذه الأشياء إذا ما تكتبهاش أنت أدبيا حتنسى من حياة الناس، وحاليا تاريخنا مش مكتوب. فهذه أول يعني إحدى أهم الأهداف، أنك تخلد وتبقي للذاكرة الإنسانية ما عاشته وما عاشته البلد في فترة معينة. نعم. من يعرف طريقة السبعينات الثمانينات؟ لا شيء تقريبا، يعني غير معروف وغير مؤرخ. فهذه إحدى الأسباب الرئيسية. ثانيا الحنين، يعني هذا قصدي الحنين الإيجابي يعني. نعم. الشيء الآخر هو يعني عندما تنظر لفترة معينة كانت المرأة في أوضاع أفضل. نعم. الحياة الاجتماعية أرقى، التسامح قوي، إنك تعيده. مش هدف يعني إنه حنين نوستالجيا بالمعنى البكاء على الماضي، لا، أيضا لشد القارئ الحالي إنه المرجعية هذه مش المرجعية الماركسية اللينينية بستالينية، كانت سيئة جدا جدا. مش هذا هو الهدف. الهدف هو الفترة اللي كانت فيها مساواة بين المرأة نشيطة وموجودة على الساحة، التعليم كان راقي جدا. نعم. تعليم مدني، الحياة المدنية كانت ممتازة. فهذه يعني هذا جزء من الصورة، جزء آخر من الصورة يتعلق بنقد المرحلة سواء في الجنوب أو في الشمال. لم توجد إلى الآن دراسات نقدية تكشف فعلا مكامن أين أخفق اليمنيون سواء في الشمال في الجنوب بالاشتراكية بالرأسمالية. هل كان هناك فعلا أنظمة تهتم بالإنسان أم أنها عبارة عن محاولة للصراع والقفز إلى الأمام، بينما المحصلة هي العودة إلى الوراء؟ هو بالفعل ما فيش دراسة نقدية، لكن يبدو الأدب يعني يشتغل على هذا أكثر. أنا يعني بالنسبة لي كلها كانت، حتى وكانت الرؤية الماضية عندما رؤية نقدية، حروب 86 اللي قبلها اللي بعدها كانت دائما تقدم بطريقة نقدية وبطريقة جريئة. نعم. يعني ما تكتب بحرية، ما تخافش من أي إنسان ولا تنتمي لأي حزب أو مجموعة. فهذه ما يعطي الفرصة أنك تقدم صورة نقدية للماضي، وهذا مهم جدا، نقطتك مهم جدا، مهم جدا لتخليد الموضوع، ومهم جدا أيضا للفت نعم القارئ لها. حبيب عبد الرب، ربما من الكتاب القلائل الذين لم يكن لديهم موقف عصبوي أو مناطقي أو جهوي. أنا أتحدث عندما حبيب يتحدث عن اليمن، اليمن الكبير، اليمن الذي يتسع للجميع. هل علاقتك أو يعني تواجدك في صنعاء لفترات متباعدة أثر في تكوين هذا السلوك يعني؟ لا، هذا هو سلوك باقي اصلا من مدينه عدن، من عدن، ثقافه عدن الاولى الاصليه. نعم. الحقيقيه هذه الثقافه، مدينه مفتوحه، كانت مدينه مفتوحه، تعايش الجميع فيها مع بعض، وكان في الفكر الانساني والثقافه الانسانيه قويه. هذه ما ورثناه نحن. نعم.
جيلي وما عاشوا في الابتدائية في الإعدادية في الثانوية، خليط كامل من الناس، ما حد يعرف الانتماء قصدي الأسري لهذا أو ذاك، فكانت يعني الفكر الإنساني باقي من هناك. ما أثرتش يعني صنعاء أو أنه الذهاب لصنعاء ما لعبش أي دور، لأنه كانت موجودة البنية من قبل، يعني كتاباتي الأولى قبل أول وصلة لصنعاء بعدها. لكن أفادنا كثير الرحلة في كل اليمن، صنعاء وغير صنعاء، تهامة إلى أقصى حضرموت إلى أقصى المنطقة، لعبت دور جدا بخلق مواد خام أخرى لإحياء هذا الفكر الإنساني. نعم. فيعني ودائما وحتى الآن ومستمر ألعب على هذه الوتيرة، لأنها نعم. هذا المستقبل اللي نريده لليمن وللوطن العربي بشكل عام وللعلاقات الإنسانية، أنه هو الفكر الإنساني هو السائد. نعم. نحن نريد الفكر الإنساني قبل كل شيء، هو أعلى من الدين، أعلى من الأيديولوجية، أعلى من أي شيء. البداية الأولى للنشر ربما كانت في صنعاء عبر مؤسسة العفيف الثقافية. في صنعاء كان يتم الاحتفاء بشكل كبير جدا ربما 4 كتب نشرت عبر مؤسسة العفيف الثقافية. هذه المؤسسات أو الدور الثقافي تراجع بشكل كبير جدا. هل لأنها لم تكن ثقافة وكانت عبارة عن مبادرات شخصية فردية لأشخاص كان لديهم حلم تم وعده؟ سؤال مهم صحيح. يعني هو طبعا أنا قبل النشر أول رواية عملتها بالفرنسية ونشرت نعم. بفرنسا، ترجمها علي محمد زيد للعربية. نعم. فكانت ترجمة يعني حبيتها كثير واستيقظت كثير من الكلمات اللي كانت منسية. نعم. في فترة معينة أثناء الدكتوراه الأولى والثانية كنت كل حياتي وقراءتي بالفرنسية والى اخره، فكانت اول روايه بالفرنسيه. لما ترجمها العربيه عادت الكلمات اللي كانت قد نامت والى اخره. فصديقي علي محمد زيد هو الذي يعني حسنا وطبزنا في بدات بكتابه قصص قصيره وبالعربيه، وبعدها يعني ارتبطت بالعفيف الثقافيه. كانت مؤسسه مدنيه وراقيه جدا، انسان عظيم يعني احمد جابر عفيف، ادينا له كثير بكثير من الاشياء. نعم. فاول كتب نشرت عنده وكان يعملها بشكل مدني. السؤال اللي انت قلته انه هل هي رغبات شخصيه او مؤسسه، هي كانت شخصيه لسوء الحظ. نعم. الوجود المؤسسي مش موجود، يعني كان هو خارج الخط، انسان منظم وفي حياته وعنده مشروع، قليلين جدا من كانوا مثله. نعم. لسوء الحظ. فالآن المطلوب أنه هذه النماذج يعاد إحيائها، تعاد ذاكرتها، يجب أن تعاد من جديد عشان تخلق مؤسسات من نفس النوع. نحن بحاجة لهذه المؤسسات من نفس النوع، محتاجين ل 10,000 أحمد جابر عفيف و 10,000 أبو بكر عبد الله باديب وناس بنوا، يعني كانت لهم رؤية علمانية مدنية راقية. نعم. في 2011 كان البروفيسور حبيب عبد الرب من مؤيدي الثورة في اليمن والربيع العربي بشكل عام. هل اختلف هذا الموقف؟ إطلاقا لا، لأنه أصلا لا يوجد معنا حل. يعني المسألة سهلة جدا، سهلة وصعبة جدا. ما فيش حل لمجتمعاتنا أنه يكون العلم هو الرأس الركيب، هو نعم. العمود الوحيد، أعلى من كل صوت، لا صوت يعلو غير صوت العلم. نعم. حاليا الدين هو السائد، اللغة الدينية والخطاب الديني هو السائد على كل شيء. يعني نريد أن الخطاب العلمي يكون السائد. الثورة ضرورية، ضرورية أنك نعم. أفكار الأنوار هي الوحيدة، ما فيش معنى حل. ممكن ندور حول الموضوع مليون مرة، ما فيش معنى حل غير الثورة ضد الطغاة. نعم. والطغاة عندنا أنت متعارف موجودين بكميات تجارية. صحيح. وطغاة من نوع يعني من أنواع كثيرة. أنواع كثيرة وأنواع متخلفة. قرون من 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 البشاعة. صحيح. من البشاعة. مستعد يقتل، يطلق النار على مسيرة شعب يعني مسالمة، وأشياء مخيفة جدا من سوريا لليمن إلى أماكن أخرى كثيرة. فالتخلص أو الثورة ضد هذه الطغاة ضرورية أصلا. نعم. بدونها حنظل في في في, في القرون الوسطى. طبعا الثورات صعبة كثير، فرنسا أخذت قرن كامل عشان توصل للنتيجة النهائية، لكن لا أعرف طريق آخر غير هذه الطرق. يعني الآن يتم محاسبة الثورات ويتم لوم الناس لماذا فكروا أنه وصلنا إليه بسبب هذه الثورات. هذا الطرح ألا يخدم الدكتاتوريات، يخدم التخلف، يخدم
هو طرح وجد دائما، طالما وجدت الثورات وجد دائما، لكنه طرح يعني ركيك. ناس عادوا الثورة الفرنسية وكانوا ينتقدوها باستمرار لماذا قادت، لكن لما تجي الآن على بعد قرن من الثورة الفرنسية تشوف كلامهم صار كلام من وجهة نظر التاريخ كلام بائس. فهذا حيوجد باستمرار، حيوجد باستمرار، لأنه بعضهم اللي تضرروا وفقدوا مصالحهم أو الناس اللي مستعد إنه يكون خروف إلى الأبد من حياته، اللي معلش ما عندوش يعني عرق الحرية. أظن ممكن يقول الكلام ده بسهولة. يعني هل السبب أنه أيضا مقايضة الحرية بالأمان بالاستقرار بالسلم، يعني ابتزاز، عملية ابتزازية، أم أنها عملية مرتبطة بالوعي بالتكوين بالثقافة بالسلوك؟ هو يعني بالفعل الإنسان كمان بحاجة للأمان وبحاجة للاستئذاء. النموذج الحالي مثلا في الجزائر نموذج جميل جدا، أنهم سنة كامل مسيرات كل جمعة. نعم. آخر مسيرة الجمعة الماضية 10 مليون في الشارع، الجيش لم يطلق أي شيء على الموضوع، يعني حالة راقية. لماذا هذه الحالة الراقية موجودة عندهم مش موجود في مكان آخر؟ هل لأنهم مروا بالسنوات السوداء هذه 10 اللي فقدوا فيها 250؟ نعم. سؤال يعني المؤرخين هم قادرين يجيبوا على الموضوع. إنما طبعا كل ما كان الثمن أقل ضروري جدا، لأنه حياة الإنسان وأمنه مهم كثير. نعم. بس يعني ما فيش حل آخر أحيانا، لأنه بقاء الطغاة يعني بقاءنا في القرون الوسطى وعدم الدخول للحداثة. هل الثورات كانت نتيجة حتمية سواء كانت في 2011 أو ستكون حتى في 2020 نتيجة الأوضاع التي كانت مرة؟ هي أنا في رأيي لو تنظر من منظور التاريخ، لا يوجد حل آخر غير أنك تسقط، تبدأ الديمقراطية، تبدأ الحياة المدنية والإنسانية، وهذه لها ثمن. لا يمكن يعني سلطات تأخذ المليارات، عائلات تحكم وراءها مجموعة من المستفيدين، لا يمكن يسيبوا السلطات بسهولة. في 2011 أيضا وحتى الآن كان هناك موقف عدائي، ليس فقط من الأنظمة لكن هنا من عدد من النخب المثقفة والنخب السياسية التي اعتبرت أن الثورات جريمة، وأن خروج الشباب للمطالبة بالحرية بالعدالة بالمفاهيم الديمقراطية نوع من أنواع الجريمة ويجب أن يعاقب عليها. وما زال الموقف إلى الآن كانوا استخدموا لقمع الثورة حتى نفسيا ومعنويا وفكريا. وهذه حقيقة قلت لك، يعني هو يبدو لي أنه في تاريخ الثورات دائما موجودة هذه الظاهرة، بس لما تأخذها على المدى البعيد تتحول لظاهرة بائسة يعني. نعم. وتسمى الثورة المضادة، ومنظورها في الأخير من وجهة نظر، هل يطلق على هؤلاء مثقفون مثلا؟ يعني ممكن، يعني هل تتفق الثقافة مع القمع، مع الاستبداد، مع الدكتاتورية، مع يعني هو موجودين مثقفين رجعيين. نعم. يعني ممكن تكون مثقف رجعي، ممكن تكون مثقف معادي للإنسانية، يعني في كثير من المثقفين الكبار. نعم. جدا وقفوا مع النازية، وبعضهم عوقبوا بعد الحرب العالمية الثانية وإلى آخره. فالموضوع يعني مش مرتبط الثقافة. نعم. مش بالضرورة يعني يسارية وتقدمية، لكن الجانب الإنساني هو الطاغي. يعني صعب أنك تكون، من الصعب تكون مثقف بدون بعد إنساني. نعم. أنك تكون مثقف وخروف بيد الطاغية، في شيء، في خلل، في خلل. في الحالة اليمنية كان علي عبد الله صالح لأكثر من 33 عام يتغنى بالديمقراطية بالجمهورية، لكنه في الأخير كما كشفت الأوضاع أنه لم يكن له علاقة لا بالجمهورية ولا بالديمقراطية ولا حتى بالحرية. قام بعملية، أكبر عملية ثأرية ربما في التاريخ، عندما سلم اليمن للإمامة للميليشيات. هل هذا يعكس نفسية الدكتاتور الجاهل، الدكتاتور أم أنه كان مجرد بيدق أو أداة؟ أردنا أم لم نرد، هو كان يعني سبب الخراب الكبير اللي نعيشه حاليا. أنت اسميته طائر الخراب. يعني أهوى، وهو بالفعل يعني كانت، لأنه ما موجود حاليا نوع من اللي يسموها ريبليكاسيون، يعني إعادة أو عكس ضوء، عكس ما حصل في فترته. ما نعيش الآن كلها ناس علي عبد الله، مجموعة من علي عبد الله صالح صغار، يعني بيادق. نعم. له يعيشوا، يعيدوا نفس تفكيره، نفس طريقته في 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 في, في السلطة، أكان السلطة الحالية في الشرعية، في الميليشيا الحوثية، الميليشيات كلها نفسها، يعني نفس فكره العصاباتي المعادي للإنسان، القبيلي، الطائفي، هو سائد. وكان حقود، يعني
يعني ما فقدوا ب 11 ب 2011 الانتقام منه عمل اكبر جريمه، هذا من المعبد العسكر يعني. وتسليمها لعصابه عنصريه خربت اليمن كليه، يعني الان الخراب اللي نعيشه بسبب الحوثيين هو اكبر خراب عرفته اليمن، يعني نعم. عصابه مجرمه بشعه قتلت الناس، الغت الحريات، الضرب حاليا حول البهائيين، قبلهم اليهود اليمن، وقبلهم كل الاصوات المعارضه يعني المعارضه باستمرار يعني المختلفه نعم. كلها دمرت، ومن فكر مبني على الامامي مبني على الولايات، يعني من فكر كهنوتي عنصري مخيف يعني. نحن انا يعني ربما ومثلي الكثير من المشاهدين يستغربوا كيف يتعاطى العالم مع هذه الميليشيا، وكيف ما زال لديها صوت في الخارج لدى النخب ايضا الغربيه. هل المشكله تكمن في ان السعوديه دخلت على الخط اليمني، وبالتالي الناس من منطلق عداء للسعوديه لديهم حتى ترحيب بالحوثي او باي طرف اخر؟ هو يعني في السياسه الدوليه في شيئين مختلفين، ممكن تكون الوضع الداخلي علماني مبني على المساواة إلى آخره، لكن ما زلنا في العلاقة بالخارج مبني على قانون الغاب، نعم. مصالح بس، ما فيش حاجة، ما فيش ما يقابل العلمانية الداخلية، علمانية على المستوى الخارج، يعني لسه البشرية ما وصلتش لهذا النضج، نعم. ففي السياسات الخارجية مبني على المصالح، في نفاق دولي كبير جدا، طالما الغرب يبيع الأسلحة خلاص تستمر العملية كذا، كون أنه أعطى الملف للسعودية كان أكبر خراب، والسعودية دمرت اليمن بشكل كبير، فهناك يعني إشكالية ضخمة من الخارج صعب تركن عليه، لأنه مهمل الموضوع، ما طالما أنه يبيع أسلحة وطالما أنه الموضوع يعني إبادة ذاتية ما تضرش أي مواطن غربي، إذا يستمر. وحاليا يبدو أنه هذا التشظي الموجود وهذه الإبادات الذاتية الموجودة، زمان أيام حرب فيتنام كانت تقلق الناس وتخرج مسيرات ضخمة جدا لمساندة أي قضية عادلة، الآن مع عالم المعلومات الإنسان مغمور بألف قضية وقضية، ذاكرته تخف وتقل، ذاكرة الخطر مش موجودة، وتجد أنه مش مكترث كثير. يعني هل نستطيع أن نقول هذه مشكلة يمنية وحلها بيد اليمنيين بالضبط، وليس باستجلاب قوى خارجية سواء السعودية الإمارات أي قوى إقليمية أو دولية أو حتى المبعوث الأممي أو حتى مجلس الأمن؟ ما الذي يمكن أن تقدمه هذه القوى إذا لم يكن هناك إرادة داخل اليمن؟ صحيح، هذا السؤال هو السؤال، هو الآن المتغير اللي مفقود في المعادلة متغير الإرادة الداخلية، نعم. وأنا متألم كثير أنه الإرادة الداخلية صارت ممسوخة، طبعا في لها اسباب انه الاوضاع يعني معامليه من ضغط ومن قمع الحوثيين، نعم. في الشمال، الميليشيات في الجنوب تخيف المواطن وصعب انه لكن برضه ما يبررش هذا الغياب الكبير للاراده الذاتيه الموجوده، وهي الوحيده يبدو لي حاليا في الوضع الحالي هي اللي ممكن تغير المعادله. نعم. دكتور، اذا انتقلنا لشق اخر يتعلق بالعلم والمعرفه. كنا قبل حوالي شهر كان هناك أزمة في الإنترنت في اليمن، كان هناك وزير الميليشيا صرح بأن الإنترنت هذا عبارة عن ترف، وأنه يعني نحن في القرن الآن 21 الناس يعتمدوا على تقريبا الإنترنت وتبادل المعلومات وإلى آخره. كيف يمكن أن نفهم تفكير هذه النخب؟ كيف يمكن أن نقول للعالم أنه لم يعد هناك أحد يعيش بدون بعيدا عن العصر بدون إنترنت بدون أدوات التواصل الاجتماعي؟ طبعا هذا يعكس النظرة المتخلفة، وناس باقيين من قرون من يرى إنترنت كترف، لأنه أصلا مش عارف إيش اللي موجود في إنترنت. إنترنت صار بعد ضروري، البعد الرابع لحياة الإنسان، يعني في الفضاء عندك إكس إيغريك زد، وهذا البعد الآخر لا يمكن تعيش بدونه، يعني بحر متلاطم من المعلومات موجودة فيه، ممكن تفتح الموضوع معين أمامك 4000 مقال علمي حول الموضوع اللي تطلب فيه، آلاف الأطروحات، الدكتورات، الماجستيرات، آلاف المواقع، يعني لا يمكن تعيش بدونه علميا حتى اقتصاديا حتى اقتصاديا ماليا لا يمكن أن تمشي لا يمكن تعيش بدونه، يعني هذه
وحوله صراع كثير، يعني هناك ناس اللي السوفت وير المجاني يعني تشتغل عليه ناس كثير بحيث انه يكون في ديمقراطيه اكثر في ده، وبالمقابل الناس يستغلوا الانترنت لتجسس على الانسان، لجذبه ولتحويله الى اما عايز طول الوقت يعيش يعني هوس التنقل بالاشياء فاضيه. مثل اي قضيه انسانيه حولها صراع. نعم. لكنه الانترنت يظل الان جزء يعني البعد الرابع لحياه الانسان، بدونه لا يمكن تعمل شيء. طيب في هذا اعتقد هذا مرتبط بالمعرفه بالعلم. اين موقع اليمن علميا؟ اين موقع في التربيه، في التعليم، في هذه مربط الفرس؟ هذه يعني انت مسكت قصدي بيت القصيده او مربط الفرس او الفا وميجا. الموضوع الخطاب العلمي في اليمن بالذات يعني مطموس وغائب جدا، مش موجود اطلاقا. الخطاب الموجود هو خطاب التفكير السحري، التفكير الديني سلفي غالبا، الكهنوتي اللامضي هو اللي هو سائد. لو يعني تسال اي مواطن يمني، قصدي اي مواطن، حول كيف جاء نشوء البشريه، كيف نشوء الانسان، لا حد حيجيب لك نظريه البينج بونج او داروين، لانه يعيش على تفكير اللي قدم له بين المسجد. نعم. وتفكير يعني لا علمي. واضف لهذا المدرسه تلعب دور كبير جدا بتعليم الناس كيف لا يفكروا. تلقين. يعني مش فقط تلقين، يعني صح تلقين، بس كمان يخرج انه كيف تعلم كيف لا يفكر. عاده المهمه الاولى في التعليم في العالم كله حسب قرار اليونسكو انه تعلمك كيف تقضي على الوهم وكيف. نعم. تقضي على عمل معرفه. الطالب اليمني يعود باليوم ب 10 كيلوغرام عمى معرفي وهم من المدرسه. يعني المدرسه مش فقط تلقينه، تحوله الى انسان لا يفكر. يعني وهذه مشكله كبيره جدا، يعني هي المشكله الجوهريه تقريبا. ف اضف الى هذا انه الخطاب العلمي زي ما قلنا انه يعني مطموس ومغيب. اذكر لما كنا صغار كنا نتكلم عن كان الاسم الجمله السائده مدينه او قصدي دوله العلم والقانون. نعم. العلم اختفى بقدره قادر من الجمله وصاروا يقولوا يسموها دوله النظام والقانون، رغم انه النظام هو تكرار القانون. هو موجود القانون يعني. نعم. فاشكاليه كبيره جدا يعني انه غياب العلم. والشيء الاخر انه مستحيل نتقدم بدون ما يكون العلم هو العمود الوحيد. لما تاخذ دول العلم في الغرب او في غير الغرب، من اليابان. نعم. الى كوريا الى اسرائيل الى كلها، العلم هو كل شيء. الفضاء العلمي، فضاء الحياه مملوء بالعلم. نعم. يعني اسبوع تنتقل من اسبوع الدماغ الى اسبوع العلم الى اسبوع المعرفه، مش عارف ايش طول الحياة. يعني كل الفضاءات موجوده، المجالات اللي تواجهك. نعم. كلها معرفيه وعلميه. طيب في اليمن هذه الاشكاليه، يعني تخيل انه وزير التربيه والتعليم في حكومه ميليشيا الحوثي هو حسين بدر الدين الحوثي، هو شخص أمي عمليا لم يقرأ ولا درس إلى الصف السادس ربما. في وزارة التربية والتعليم التابعة للشرعية، لا لو سألت خمسة مواطنين من هو الوزير لا أحد يعرف من هو الوزير، وما وين هي الوزارة؟ يعني عملية تعليمية معطلة منذ 5 سنوات. النتائج لمثل هذا الفعل كيف ستكون على الأجيال القادمة؟ يعني هذه أم الكوارث. يعني أنت مسكت بهذه النقطة، كارثة الكوارث. يعني الآن لو تشوف التعليم بدأ الخراب أيام الزنداني وعلي عبد الله صالح، بدأ الخراب التعليم في ذيك الفترة. جاء حسين الحوثي كمل المسيرة. الشرعية نفس الحكاية، التعليم يعني لو تشوف الرئيس نفسه أو مساعد الرئيس ايش عارف، ما عندوش أي معرفة إطلاقا، ما عنده أي معرفة لأهمية العلم. فالموضوع كارثي، يعني كارثي جدا، ومفروض مش قلب المعادلة بس، يعني تغيير كامل كلية الموضوع. إذا أردنا نخرج من الموضوع، إذا ما عملنا هذه العملية حنظل بنفس البؤس. طيب أنت كعالم للرياضيات، بالنسبة للوضع اليمني، هل هناك معادلة بإمكانها يعني إخراج اليمن من هذا هذه الحفرة التي وقعت فيها؟ هل هناك إمكانية لشيء، حدوث شيء غير متوقع؟ هو صعب يعني في الاوضاع الاجتماعيه الموضوع معقد. يعني قصدي لو كانت لو هناك معادلات. نعم. لحل اي حاجه تتعلق بالاقتصاد او بالامور الاجتماعيه فاته كل واحد يعني استولى على البورصه وصار. نعم. اكبر ملياردير. الموضوع معقد انه تدخل فيه الاراده الانسانيه وتدخل فيه عمل الاخرين ورؤيتهم ووجودهم. لكن مع
معروف من تاريخ البشريه في هناك قوانين. نعم. قوانين انه بدون ما يكون زي ما قلنا العلم وافكار الانوار هي السائده حتظل تدور في فراغ. نعم. خذ كل الامثله. اليابان يعني بدات في القرن التاسع عشر كانت اقل من مصر. اخذت نفس تعليم ترجمت نفس تعليم الغرب كما هو وتقدمت على الجميع تقريبا. خذ امثله حديثه، كوريا الجنوبيه كانت اقل أسوأ حتى قبل عقود اقل من لبنان ومن سوريا ومن مصر تقدم. الى قبل 10 سنين كانت بمستوى ماليزيا، الان من اكبر اقوى العالم. حتى الصين نفسها يعني بعد 1995 لما اختارت انه يكون العلم هو الوسيله الوحيده للتقدم عملت طفرات كبيره جدا. والى اخره يعني تاخذ كل اوروبا، اوروبا في القرن التاسع عشر كانت مطموسه، كان كلها افكار ظلاميه. ايش اللي حصل؟ جاءوا ناس في القيادات اعطوا للعلم اهميه، خليت اكاديميه العلوم في فرنسا، اكاديميه العلوم الملكيه في بريطانيا، فريدريك في بوزدام في المانيا، كانوا جميعهم ناس يعني متنورين، اعطوا للعلم المهم الاكبر. نحو الدين خلوه يبقى في يعني احترام كبير للدين، لكن في موقع العباده بس، لا يتدخل بالتعليم، لا يتدخل بالسياسه، لا يتدخل بالامور المدنيه. بعدها انتقل الموضوع، هذه المعادله الوحيده، ما فيش غيرها، هي الذي قبل تسود. وفق هذه المعادله يعني يبدو ان اليمن ستظل فتره طويله تعاني يعني. هو يعني لسوء الحظ الواحد يرى الامور بواقعيه، هذا اللي نخافه. نعم. نخافه. لكن في حياه البشريه كمان تحصل احيانا يعني الموضوع مش خطي. زي ما يعني هذا التفكير الخطي يحصل في الغليان، في الاشياء العلميه البحته. نعم. في الاشياء الانسانيه احيانا تجي طفرات يعني اذا مثلا ولدت نخبه علميه مدنيه فاهمه. نعم. عرفت كيف تستقطب الناس، المعادله ممكن تتغير بسرعه جدا. يعني انت مش بحاجه انه الجماهير الشعبيه كلها تكون واعيه لما نقوله ولما هذا، انت محتاج لنخبه قويه يعني مؤمنه بهذا الكلام، مؤمنه بالعلم وشجاعه. ممكن هذه ممكن تعمل تغيير بسريع جدا. وفق هذا المفهوم يعني يبدو اننا سننتظر الى يعني حصول كورونا للنخبه السياسيه اليمنيه او حصول كارثه او الى اخره. هو يعني يظل خاصه في قراءه المستقبل في الحياه اليمنيه من اغمض يعني مش ممكن ممكن يعني ممكن استشراف بعض الاشياء في مجتمعات حياتها منظمه وطبيعيه، لكن في مجتمعات مثل مجتمعاتنا الموضوع معقد جدا. طيب دكتور يعني انا يعني المحيط باليمن ربما هو المحيط الاكثر ازدهارا في العالم ماديا اقتصاديا، لديه القدره على استقطاب يعني احداث تغيير نوعي ليس فقط في العالم، لكن لماذا يتم التعامل مع اليمن بهذه الطريقه؟ يعني لم ينل يعني هل هناك لعنه للجغرافيا؟ هو يعني هناك مأساة موقع اليمن الجغرافي لعب دور بوضعه الحالي، هذا اكيد موجود، لكن الدول المحيطه بشكل عام جميعها تعيش على بيع المواد الخام. نعم. ما فيش فيها نهضه فكريه او نهضه ثقافيه حقيقيه، ما فيش ديمقراطيه جميعها بدون استثناء. فبالتاكيد يعني انه ما تتوقعش منها اكثر من هذه المعادله من هذه النظرة لليمن. نعم. اليمن كونها مملوءة بالبشر كمان تخيف المناطق المجاورة الموجودة، يعني فيها قوة بشرية كبيرة ولها موقع جغرافي مهم، وكمان بلد متنوعة جدا. يعني بلد لو كان فقط تعيش اليمن على السياحة حتكون بلد ثرية جدا، يعني لا يمكن تتصور عظمة التنوع الجغرافي في اليمن. البحار هذه اللي 28 درجة مئوية في يوم في ديسمبر، صحيح، شيء نعمة. الجبال، التنوع الطبيعي، مجرد فقط فتح السياحه بطريقه حديثه مدنيه فقط، هذه يعني كهدف شيء بسيط مش معقد، يعني ممكن يعمل نهضه في اليمن كبيره جدا. فالدول المجاوره لا ما تلعبش دور يعني تحاول جميعها تسيطر على هذه القوه او ذاك او تلك. طيب هل نستطيع ان نقول سؤال هنا او عباره نستعيرها، لماذا يكرهوننا؟ اظن مش يعني مش بحاجه، انا مش متفق فيه انه نشوف الاشياء انه كراهيه حب. هذه التفكير ما اعتقدش انه هو الافضل.
هم يعني ينطلقوا من ثقافة معينة من طريقتهم في الحياة، يعني ما يعاملون احنا اياه نفس ما يعاملوا شعوبهم. ما اعتقدش انه يعاملوا شعوبهم بشكل افضل من 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 يعني لو فهي نفس لو اقتربنا من الصورة الداخلية فعلا سيكون هناك نفس الـ طيب دكتور، هل نستطيع نقول انه هؤلاء يحاولوا تطبيق في اليمن ما يفرض عليهم او ما يطبق التعامل عليهم من قوى الاقليميه والدوليه؟ يعني لاحظنا كيف يتعامل ترامب مع السعوديه والامارات وقطر والى اخره بنظره الدنيا يعني. فهل هذا يعني انه يعني كما يقول الدكتور حجازي انه نظريه المقهور يحاول ان يجد شخص اخر او اقل منه مكان اجتماعي يليق بقهره؟ ربما تكون الى حد ما اكيد، رغم اننا او ادخال العامل النفسي والتفسير النفسي في الحياه الاقتصاديه والدوليه اخذه دائما من الدرجه الثانيه. بس بالتاكيد يحصل احيانا انه بعض الدول قصدي انك عندما تعاني من القهر ومن وينظر لك كمستعبد الاخر تحاول تكرسه على الاخر. هذا موجوده في الظواهر المدنيه الحياتيه وموجوده ايضا في موجوده في الحياه الدوليه كمان. طيب يعني دكتور، بالنسبه اذا انتقلنا لموضوع اخر يتعلق بالعقول اليمنيه المهاجره، يعني هل بالامكان انه هذه العقول يصبح لديها مشروع خاص باليمن؟ ما ادري انا يعني كيف يتم صياغه هذا الشيء، لكن بحيث انه يعكس خارجيا على شكل، قد يكون على شكل دعم شباب في التعليم، على شكل مبادرات. اظن معظم الموجودين من المؤهلين ومن الطاقات ومن الاساتذه وغيرهم جميعهم لهم رغبه انه يعمل شيء معين لليمن. نعم. بس في وضع يكون اكثر استقرار، ولا كل واحد يعني بده انه يعمل حتى لو كان مستقر في الغرب. نعم. او برا انه يعمل سنه سنتين من حياته في 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 جامعه او انه يغير عبر مؤسسه ثقافيه. جميع انا احدهم وغيري وكثيرين، لكن لسوء الحظ يعني الوضع لا تسمح. ايوه نعاني من قهر ونعاني من عدم امكانيه، ولا كان يعني بودي مثلا وغيري كمان انه يعمل سنه سنتين من حياته العمليه في اللي اعطاه كل تجاربه، لانه كل ما واحد تقدم في العمل المهني كل ما ازداد تجاربه اكثر. نعم. وتزاد مقدرته على توصيل الافكار الاكثر تعقيد. الخبره موجوده. نعم. والواحد كان بده انه يسكبها سكب لجيل جديد متلهف للعلم والمعرفه. نعم. بس فين وكيف؟ لسوء الحظ نعاني من قهر، وهذا ما يضعف من 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 قهرنا ايضا. نعم. طيب الان الخروج الهجره الاجباريه لعدد من الطلاب ابن اليمنيين اتجاههم لاحتكاكهم بالشعوب التي غادروا لها سواء عن طريق الهجره او عن طريق التعليم او الى اخره، هل سينعكس هذا ايجابا على طريقه تفكير معينه؟ هل سيكون هؤلاء جزء من الخزانه البشريه للمستقبل اليمني؟ يعني يفترض، بس لسوء الحظ اللي لاحظوا انه كثيرين ما اخذوش الاحتكاك الحقيقي بهذه الشعوب. كم هم اللي يتابعوا الادب، يتابعوا المسرح، يتابعوا الثقافه لهذه الشعوب ليستلهم منها رؤيه جديده؟ قليلين جدا، وكثيرين في مجتمعات غربية في أمريكا في بريطانيا وإلى آخره يحدث انغلاق وتزيدهم الأفكار، يعني ينتقلوا بالهوية الثقافية وعادوا أحيانا تزداد أكثر، يجدوا قوى سلفية تعطيهم صورة أو غسيل دماغ وصورة ملطخة عن العالم. نعم. ويتحولوا أسوأ مما كانوا. مش كلهم طبعا، في ناس لسوء الحظ قليلين اللي اندمجوا بالحياة الثقافية وبالأنوار وتاريخ الأنوار ويعيش ال نعم. يعني لسوء الحظ. طيب بروفيسور، تقريبا 9 روايات ومئات الكتب وأعمال أخرى وانشغال في التدريس، كيف يجد الدكتور حبيب سروري كل هذا الوقت؟ يعني نلاحظ أنه أنت موجود وناشط أيضا في السوشيال ميديا وتجاربك ومؤتمرات علمية وإلى آخره، من أين يجد الدكتور حبيب كل هذا الوقت؟ هو أعتقد أنه في الأخير خلاص يتحول جزء من الدورة الدموية للواحد، يعني ما ينظمهاش كوقت مبرمج، يتحول جزء يعني ما أسلوب حياة يعني تقرأ فاصل معين في لحظة معينة، توقف شوية تشوف إذا في جديد حولك تعمل عليه تأثير، تعمل منشور منشورين في اليوم
تنوير او لاعطاء راي في موضوع امام الطلاب. احيانا انت نفسك تعطي مساله انت نفسك ما حليتهاش من قبل، نعم، عشان تجبر نفسك الاسبوع القادم اللي بعدها تعطي الحل وتشتغل عليها لوحدك، فيتحول لجزء انه الحياه تكون المفروض الحياه تكون الحياه اصلا يعني يجب ان تكون مبنيه على التجديد والابتكار باستمرار. نعم. وهذا غائب في ثقافتنا. ثقافتنا ثقافه كل بدعه ضلاله وما في تجديد. الجميع يريد انه يظل كما هو، يعني تاريخنا الامثل يعتبروه تاريخ ايام ابو عبيده بن الجراح وعكرمه بن جهل، بينما الجديد هو القادم، هو بكره. التجديد والابتكار مش جزء من ثقافتنا، بينما في الغرب يتعلمه الطفل من الصغر من الطفوله. نعم. ثقافه القطيعه مع الماضي ثقافه يوميه. في مختبراتنا العلميه وفي لقاءاتنا الشيء الوحيد اللي هو كيف تجدد بس. نعم. انك تتكلم باللي عملته قبل اسبوع تتحول لمضحكه يعني. طيب احنا نتحدث عن قبل 2000 سنه. احنا قبل الاف السنين. انك تقول شيء عملته قبل 10 سنين هذا يقول لك الجميع هذا افضل طريق للفشل. نعم. تسيب كل شيء. ايش اللي بتعمله بكره؟ فالتجديد يعني والابتكار طبعا كلمتين مختلفتين. التجديد. نعم. انك الابتكار انك تخلق شيء جديد جدا من البدايه، يعني عمل طابعه، عمل كمبيوتر، الزمن الرقمي، كل اشياء جديده. قصدي اشياء ابتكاريه. نعم. التجديد انك تعمل مثلا طابعه ملونه. شيء جديد. طيب. يعني تعمل شيء يطور ما قبله. نعم. الكلمتين مع بعض هي كل شيء في حياه البشر. في الدول المتقدمه من كوريا الجنوبيه لكندا مرورا باوروبا والى اخره. لسوء الحظ ثقافه هذه الكلمتين مش موجوده لدينا. نعم. مش موجوده اطلاقا. ولا يعني ايش المعنى انه كل شيء يظهر من الغرب، جوجل، ويكيبيديا، والتجديد له قيمه كبيره جدا. نعم. مثلا على سبيل المثال. نعم. واتساب يعني بيعت قبل سنوات لفيسبوك ب 22 مليار. نعم. رغم انها هي مجرد موقع بس و55 مبرمج فقط، يعني قيمتها لو تشوف اللي في السيغن هذا كاتدرائية تحت ارضيه موجوده تحيط بفرنسا وببريطانيا وبسويسرا للمفاعلات المسرعات التسريع الدرع للجسيمات الاوليه قيمته 5 مليار. تصور يعني صحيح جهاز بهذا الشكل وهذولك ب 22 مليار يعني يساوي عدد مصانع كثيره جدا للحديد الصلب للسيارات الى اخره. فالتجديد له قيمه جدا مهمه جدا في حياه يعني الشكل. عمليا نحن غير موجودين على الكره الارضيه او نعيش في عالم غير معروف. في اقل من دقيقه بروفيسور واعتذر ضيق الوقت، ما هي اخر اعمالكم القادمه سواء علميا او حتى ادبيا وفكريا؟ ادبيا عمل على روايه جديده لي اكثر من سنه تقريبا انهيتها وسعيد جدا بها لانها مختلفه كليه عن اعمالي السابقه. نتكلم عن التجديد والابتكار. نعم. يعني لم اجد لذه زي لذه هذه الروايه الاخيره باعتبار انها ما لها اي علاقه من قريب او من بعيد بالاعمال السابقه. الاعمال العلميه مستمره كما هي، يعني عندي طلاب يعملوا دكتوراه عندي ونساهم باستمرار بالجديد ويعني حياه مبرمجه، حتى علميه مبرمجه. نعم. الحياه الادبيه مواسم، يعني احيانا مثلا عندما نهيت وحي في بدايه 18 توقفت لتغيير الدماغ وللانطلاق لمشروع اخر حوالي سنه كامله. ظليت اكتب مقالات والى اخره. فمن بدايه 19. نعم. الى الان كانت الروايه الجديده هذه اللي حتكون. نعم. نتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. كنت سعيد جدا بالحوار. وانا كمان سعيد جدا جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر ضيفي الكريم البروفيسور حبيب عبد الرب سروري الاستاذ الجامعي والروائي اليمني المعروف. كونوا معنا في الاسبوع القادم مع ضيف جديد. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا لك.